انت كنت بتعمل ايه؟ انا عملت حاجه. عملت ايه بقى؟ غسلت الموبايل. رايح فين يا بابا؟ عامل نفسي رايح عزا. وايه الشنطه دي؟ الشنطه مخبي فيها الهدوم اللي طالع بيها مصيف. مصيف سعيد. ايوه يا عم، بابا موجود ومش عاوز يكلمك. مع السلامه. قول لامك اتبقى كم من مصروف الاسبوع اللي فات. ماما بتقول لك ال 100 جنيه دي اتبقت من المصروف. خلصت مذاكره؟ لا ما ذاكرتش، كنت بلعب بابجي. تعمل ايه يا بابا؟ بدور على الشاحن بتاعي. لا ما انا كسرته الصبح ومخبيه جوه. الاكل اللي ماما عملته حلو. الاكل طعمه وحش جدا. بقول لك ايه، الدنيا معايا مظبوطه ومتيسره والحمد لله، وكنت عايز منك يعني فلوس سلف. معاك فلوس؟ الحمد لله معايا فلوس كتير ومش محتاجها دلوقتي. مركونه بس مش هديك فلوس. كنت عارف انك هتقول كده. ما انا عارف ان انت عارف حبيبي. ربنا ما يديم المحبه بينا. امين. في داهيه يا حبيبي، في داهيه. اتفضل.